اوكي، فدلوقتي هناخد ال 6 تون اوف 7 تون هيمز، هناخد الطريقه الثابته من لحن السبع طلايا. اوكي، هو ربعين بس، مش زي بقيه الطرق اللي هي الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، كلهم اربع ارباع في كل طريقه. الطريقه الثابته دي جس ربعين، وفي وبرده نفس الطريقه نغمه واحده، نغمه واحده يعني ربعين نفس النغمه بالظبط. وملحوظه تاني ان الربعين دول مرد الانجيل بتاع طقس الاخليل، الاخليل المقدس. يعني الربعين احنا ناخدهم دول بتوع الطريقه السادسه بتاع لحن السبع طرائق، وفي نفس الوقت ده مرد الانجيل للافراح، للطقس الانجيل، سوري، للطقس الاخليل المقدس. ليه اختاروا الربعين دول بالذات للطقس الانجيل؟ عشان الربعين دول بيتكلموا عن الروح القدس، وزي الروح القدس جمع ما بين الناس. فاحنا في الاخليل احنا بيليف يعني في الاخليل المقدس ان الروح القدس هو اللي جمع ما بين الايه، العريس والعروسه، تمام. فعشان كده الربعين دول بيتكلموا ان ازاي الروح القدس بيجمع الناس وبيخليهم زي كانهم كساره واحده، يعني نغمه كده واحده، يعني حاجه موحده، تمام. فعشان كده الربعين ده بيقولوه، اكتبوا عندكم في النوتس، يعني ده برضو مرد الانجيل بتاع الاخليل. يعني بعد ما يتقري الانجيل في الفرح او في الاخليل المقدس، الشمامسه بيقولوا مراد الانجيل دول اللي هو الربعين دول، وهو برضو هو نفس الطريقه السادسه بتاع لحن السبع طرائق اللي بيتقال في رفع بخور باكر للاعياد السيديه المسائيه، اللي هو الناتيفيتي، الميلاد، ايبيفاني، الغطاس، والقيامه اللي هو ايه، الريزركشن. اوكي، هو طريقته بقى ايه، هاديه كده وحلوه وسلو، فيري سلو، ونغمتها حلوه وسهله مش صعبه. فاسمعوا مني كده اول ربع، بعد كده بقى ناخده حته حته، نثبت الربع الاولاني كالعاده، فيبقى الربع الثاني بالنسبه لنا بقى سهل جدا. اوكي ماشي، اسمعوا مني، فاضل معايا بالهزات. نايتا بوتو بو two three night.
يلا 1 2 3 نايتا اوتوبو Oh.
اوكي ده معناه بالعربي هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل كيسارة مسبحين الله في كل حين. ماشي؟ ممكن برضو العربي يتركب على نفس الطريقة. اوكي هقولها مرة بس ايه في ده سيور هومورك بقى انت ايه تحفظها في البيت. هؤلاء Oh.
two, three. Yeah.
See you next week.